تصدقوا الديبيت بين البيتكوين والذهب كتير منتشر، وكتير بشوف ناس تحكي عن الفرقية بين الذهب والبيتكوين. بهذا الفيديو حنحكي عن الديبيت بالضبط، مين أحسن، هل هو البيتكوين أحسن ولا الذهب أحسن؟ مو بس هيك، حنحكي عن أكم من نقطة جدا جدا مهمة بكل الاختلافات اللي موجودة بالبيتكوين والذهب، وكل الشغلات اللي سيميلر بالبيتكوين والذهب. بهذا الفيديو ما حكون محايد للبيتكوين، حطيكم الصافي وانتوا قرروا هل البيتكوين أحسن ولا الذهب أحسن. يعطيكم ألف عافية، جزاكم خير وصحة وسلامة. أخوكم ركان خليفة سعد، فوق 100,000 شخص بحولين العالم يدخلوا بمجال التداول وحققنا نجاحات كبيرة الحمد لله تعالى. بس دائما بشوف عملاء بسنة، طب ركان أنا عاي مبلغ معين وين أحطه؟ أحطه بالذهب، أحطه بالبيتكوين، أحطه جزء هون جزء هون؟ حكي لكم ردي لآخر الفيديو، بس خلينا نحكي عن نقط الديبيت بين الذهب والبيتكوين. وبجوز آخر شيء هحكي عن توقعاتي بالبيتكوين والذهب وين حيث. طيب خلينا نطلع على أول شيء اللي هو السعر، السعر بين الذهب والبيتكوين. نطلع على الذهب حبايبي، الذهب صار له فوق 6000 سنة، إذا بنقدر نرجع لها تريسينج 6000 سنة بسيفيلايزيشنز عم يستخدموها، يعني سيفيلايزيشن وسيفيلايزيشن، غير البيتكوين اللي صار لها ما يقارب يعني فوق العشر سنين، نحكي 15 سنة. بس بالنسبة للريتيرنز طلعوا على قدي كان الذهب وقدي صار، وقدي كان البيتكوين وقدي صار. بس نحكي ممكن عن مشكلة بالبيتكوين، هو طلوع ونزول السعر، الفولاتيليتي بالسوق أعلى بكتير من الذهب. شفتوا؟ مش قلت لكم ما حكون محايد؟ ففي ناس ممكن تشكك باللونج تيرم انفستمنت البيتكوين، هل حيضل يطلع وينزل أو حيثبت على مسار معين. هلا أنا برأيي مع كل اللي بنشوفه بالسوق ومع الـ ETFs وشغلات كبيرة، حييجي فترة والبيتكوين يصير سعره مش حكي لكم ثابت، ولكن حيكون حوالين رينج معين، حيطلع ينزل زي الذهب ما بنشوفه اليوم، ولكن ما حنشوفه بينزل 80% 50% بيطات معينة، ما حيجي يوم وينزل أرقام مخيفة، حسيها زيه زي الذهب بس بده شوية وقت. طب نحكي عن اقتصادها أو الإيكونومكس. البيتكوين فيه ليميت معين، 21 مليون حبة بيتكوين بالعالم، وما في حبات بيتكوين بعدها. ولكن الذهب حسب التطور والاكتشافات اللي بتصير، ما بتعرفوا، بجوز نلاقي ذهب زيادة، بجوز نلاقي طرق زيادة نطلع فيها ذهب. فالديماند للبيتكوين أو الطلب على البيتكوين حيكون أعلى، لأنه في ليميت معين وما بنقدر نعلى عن الرقم هذا. طيب نحكي عن اليوتيليتي أو الاستخدام تبع الذهب و البيتكوين. طبعا الذهب بيعدي مرحلة انه والله بس عم بجمع ذهب عشان المصاري المستقبل، يكون اشتري هلا وابيعه بعدين، والناس تشتري مجوهرات بالذهب. بس البيتكوين بيعطينا شغلة تانية، استخدامات للبيمنتس، ديجيتال بيمنتس نسميها، ممكن مدفع حدا في اي مكان بالعالم ابعت له كمية بيتكوين، حتكون مواصلة سرعة وفيزا كتير رخيصة. برضو انتو عارفين السكيورتي تبع البيتكوين حيكون اعلى بكتير لما ببعت المصاري او لما بحط المصاري معاي بالولد الخاص تبعي. طيب نحكي عن الريجوليشن، القانون. شو القانون بيحكي لنا عن الذهب وشو القانون بيحكي لنا عن البيتكوين؟ اكيد الذهب فيها قوانين معينة، ولكن ستيبل بما انه صرنا نتعامل معاه بالاف السنين، غير البيتكوين. البيتكوين لانه جديد فبتلاقي في حكومات مؤيدة، في حكومات ضد، في حكومات تمنع، فبجوز في uncertainty او خوف شوي من البيتكوين وامتلاك البيتكوين باماكن معينة، لانه برضه في حكومات بتخاف من انه والله البيتكوين يتعامل بطريقه سيئه او من اي شيء ثاني. ولكن معظم الاحيان هذول ما بيكونوا فاهمين البيتكوين. بحكي للناس دائما اذا حاب تعمل شغلات illegal، يعني البيتكوين اسوأ عمله تتعامل فيها، لانه البيتكوين بنعمل له تريسينج، يعني خاصه لو تشتغل اونلاين البيتكوين بتعمل له تريسينج، وتروح على blockchain.com فيك تطلع على كل ترانزاكشن صارت بتاريخ البيتكوين. فبجوز الطريقه الغلط انك تعمل بيتكوين، خاصه المحافظ المركزيه يعني البروكرات الكبار على السريع بيمسك. طيب نحكي قد ايه سيف البيتكوين او قد ايه سيف او امن الذهب. زي ما عارفين السكيورتي للبيتكوين هذا اللي مكبره، البروف اوف وورك، انه انا بالنسبه لي ادمن عمل اتاك للبيتكوين قد ما البيتكوين عنده طرق يعمل ادابتنج يكبر بالسعر. في كتير طرق للبيتكوين عامل حاله سيف جارد معين، وطبعا انتم عارفين انه البلوكشين البيتكوين والبلوكشين ما في لها مركز، ما في والله لها سيرفر معين تطفيه وخلاص بتطفي البيتكوين. هاي الناس مش فاهمته انه في مليون سيرفر حوالين العالم كله عم بساند بعض. بس برضو اذا بنحكي عن شغلات النيجاتيف، انه في محافظ ممكن تتسكر، في محافظ ممكن تنسرق منها لانه اونلاين، ففي اكيد ناس لقت طرق انه تسرق مصاري من ناس معينه. عشان هيك لازم تعرفوا تتعاملوا وكيف تحفظوا البيتكوين تبعكم بالطريقه السيف والامن. طيب الذهب، الذهب طبعا صعب انك تسرقه اونلاين، ولكن ممكن تسرقه
اوف لاين، يعني كثير شفنا قصص انه انسرق الذهب و و و و فهي برضه شغله بالسكيورتي تبع الذهب موجوده. طب نحكي عن قد ايه بوبولار البيتكوين ضد الفيرسز الذهب. طبعا حسب الجيل، انا بشوف انه الاجيال الاكبر شوي مآمنه بالذهب اكثر من الاجيال الصغيره. بحس انه الاجيال الصغيره مستعده تتقبل فكره البيتكوين اسرع، بس حطوا براسكم معظم الناس الكبيره هي معها المصاري بالعالم، معظم مصاري العالم موجوده بايجز معينه او باعمار معينه، فدائما وابدا بيكون في شغلات معينه بتصير زي البيتكوين اي تي اف، فالناس بدل ما تشتري بيتكوين نفسه بتشتري يعني شير بالاي تي اف، بتحط مصاريها بالاي تي اف، فهدول بيكونوا تراديشنال انفسترز يعني مستثمرين تراديشنال جدا. بس لو تشوف البوبيولاريتي للبيتكوين من جديد طلعت بطريقه كثير مخيفه. طبعا بالنسبه للاركان صعب انه احكي انه والله ما تشتروا بيتكوين، ما تشتروا الذهب اشتروا بيتكوين، وما تشتروا بيتكوين اشتروا ذهب. بالنسبه لي ميكس من التنتين بيكون جدا جدا مهم، خاصه الفيوتشر. انا بشو يعني الذهب اليوم اذا بنشوفه على، خاصه هلا عم نعمل فيديو 2200 2300، طبعا يعني الارقام اول مره يوصلها للذهب، احنا بحكي على الاونس. بس حط براسكم الذهب طول عمره حيضل ذهب، وانا عندي ايمان كبير انه الذهب حيوصل ل 10000 و و اكيد يكون عندكم ذهب. بس برضه اذا بتقارنوا الماركت كاب او السيوله الموجوده بالذهب، واذا بنعمل نفس السيوله الموجوده اللي بتنحط بالبيتكوين، حط براسكم كل حبه بيتكوين حتكون ما يقارب 600 700 الف دولار على الحبه. نعم سمعتوها مني، مش عارف متى الحكي هذا حيصير، ممكن 10 20 30 سنه وتقدر ان كان، ولكن حبايبي كله سبلاي دمان. اذا السبلاي الموجود 21 مليون حبه وفي 8 مليار واحد بالعالم، كل واحد بياخذ جزء صغير، الا وما يجي وقت ونشوف الاسعار هاي، فحيكون زي زمان. زمان كان يحكي لك والله ابوي انعرض له قطعه ارض برقم معين، حيكون زمان بالفيوتشر حتلاقي ناس باعمارنا تحكي والله زمان شفت البيتكوين على 70000، شفت البيتكوين على 60000، شفت البيتكوين على 40000. فما تكون من الناس اللي عم تبعد كتير 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 من البيتكوين، بس برضه ما تكونش حيادي بطريقه واحده، عادي انه يكون عندك ميكس من الذهب والبيتكوين. فالصراحه اعطيتكم كل النقاط لاي ديبيت ممكن يكون موجود عن الذهب والبيتكوين، فحطوا لي انتم بالكومنتس مين حابين، هل الذهب بالنسبه لكم احسن او البيتكوين بالنسبه لكم احسن؟ وبرضه ما تنسوا الشير لايك سبسكرايب. نراكم قريبا، والسلام عليكم.